أحبائي المشاهدين، أنا بدعوك أنك تقرأ تعليم يسوع المسيح في هذه العظة الشهيرة. يمكن تاخدك 10 دقائق لربع ساعة تقرأ إنجيل متى إصحاح 5 و6 و7، لكن بأكد لك رح تنبهر من تعليم المسيح وتندهش. لكن هذا لا يكفي، فتخيل المسيح اللي يطوب الفقراء والمساكين، اللي بيتكلم بكل وضوح قاطع أنه جاء لا لينقض بل ليكمل، وتكلم بسلطان سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم، بيتكلم عن تأثير المؤمن وشهادة المؤمن أننا ملح ونور لهذا العالم، وبيستمر بحديثه في هذه العظة حتى يعلمنا حقائق مجيدة من خلال طبعا شخصه المبارك. فنحن نحتاج إلى نعمة خاصة، ونحتاج إلى معونة إلهية حتى نبتدي نطبق هذا التعليم، تعليم المسيح على حياتنا. لكن الخطوة الأولى نحتاج إلى الخلاص، إنه نعترف ونتوب عن خطايانا، نتوج المسيح ملكا وربا على حياتنا، ونطلب الخلاص، ونأتي إلى معرفته وإلى خلاصه، ونطلب معونته أن يساعدنا، والرب يأتي إلى حياتك. الرب يباركك، وبحب أسمع منك.